بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس الرابع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل الحديث إن شاء الله على الآيات من أول سورة البقرة. والصفة الثالثة من صفاتهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا لقوا الذين آمنوا، صاروا مع المسلمين في المجالس أو في المسجد أو في، قالوا آمنا، إن مثلكم مسلمون، دربنا دربكم، إن معكم مسلمون، ويستغفرون ويصلون ويتظاهرون بالعبادة مع الناس، إنا معكم. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم، خلوا، ذهبوا إلى أئمة الكفر، إذا خلى المجلس من المؤمنين ولم يكن فيه إلا الكفار من اليهود والمشركين وأئمة الكفر، إذا خلى المجلس من المؤمنين وصار ما فيه إلا الكفار، قالوا إنا معكم ولكننا أظهرنا الإسلام وأظهرنا أننا مع المسلمين من باب الاستهزاء، إنا معكم يا معشر الكفار، يا معشر اليهود، يا معشر المشركين وعبدة الأوثان، نحن معكم ولكننا ابتلينا بهؤلاء، فأظهرنا لهم أننا مؤمنون من باب الاستهزاء، نبي نخدعهم بذلك خديعة لهم، كما قال في أول الآيات: يخادعون الله والذين آمنوا. إن معكم إنما نحن، يعني في إظهارنا الإيمان والدين مع الناس، هو من باب الاستهزاء بهم وخديعتهم، إنما نحن مستهزئون. ولسنا صادقين في قولنا آمنا بالله واليوم الآخر، فنحن لا نزال على عقيدتكم وعلى دينكم، وإنما لجأنا إلى هذه الحيلة لأجل أن نأمن على أنفسنا وعلى دمائنا وأموالنا، لأن هؤلاء ظهروا الآن، صار لهم دولة وصار لهم شان، نحن ما نستطيع نصارحهم بالكفر، لكن نتظاهر معهم بالإيمان. فهؤلاء لهم وجهان: وجه مع المؤمنين وهو إظهار الإيمان، ووجه مع الكفار وهو إظهار الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. المؤمن الصادق ما يتغير، ما تتغير مواقفه، دائما على الإيمان، ودائما أقواله وأفعاله الصدق والإيمان، ما يتغير، هذا علامة قوة الإيمان وصحة الإيمان. رد الله عليهم بقوله: الله يستهزئ بهم، هذه عقوبة لهم، الله يستهزئ بهم، بمعنى أنه يمهلهم ويعافيهم ويستدرجهم حتى تعظم آثامهم فيعظم عذابهم والعياذ بالله.
والاستهزاء من الله حق، ليس هو الاستهزاء المذموم، لأنه استهزاء بحق وعدل منه سبحانه وتعالى، لأنه جازى هؤلاء بما يليق بهم، وهذا هو العدل. أما الاستهزاء من الخلق فإنه مذموم ولا يجوز، لأنه بغير حق. الاستهزاء من الخلق هذا مذموم، وهو من كبائر الذنوب، لا يجوز للإنسان يستهزي بالناس. أما الاستهزاء من الله فهو من باب المقابلة والجزاء على العمل، فهو يجزي المستهزي بالاستدراج ويعطيه العافية والنعمة حتى يستمر على شره وحتى يغتر بحاله ثم يموت على هذه الحالة والعياذ بالله. ولو أراد الله بهم خيرا لعاجلهم بالعقوبة من أجل أن يتوبوا ويرجعوا، لكنه استدرجهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وقال جل وعلا: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، يعني القرآن، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فالله يستدرج الكفار ويستدرج المنافقين ويمهلهم ويعافيهم ويرزقهم من أجل أن يزيدوا من الكفر والنفاق عقوبة لهم حتى يعظم عذابهم وحتى لا يتوبوا ويرجعوا إلى رشدهم، نسأل الله العافية. استدراج، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يمهل لهم ولا يعاجلهم بالعقوبة من باب الاستدراج لهم. يعمهون، العمه هو الضلال، العمه هو الضلال والبعد عن الهدى، هذا هو العمه. وأما العمى فهو فقد البصر، العمى فقد البصر. وأما العمه، العمى فقد البصر، وهذا يكون في العينين. وأما العمه فهو فقد الهداية، وهذا يكون في القلب، وهذا أشد. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويمدهم في طغيانهم، والطغيان هو الخروج عن الحق، المجاوزة للحق، هذا هو الطغيان. يعمهون يعني يتخبطون ويضلون، فهم يعيشون على ضلال في حياتهم حتى يأتيهم الموت من غير توبة ومن غير الرجوع، هذا أشد العقوبة من الله سبحانه وتعالى. وهذا جواب لمن يقول: لماذا المنافقون يعملون الأعمال هذه ولا يجيهم إخلاف ولا يجيهم عقوبات، لماذا؟ الجواب هو ما ذكره الله، أن هذا من باب الاستدراج لهم. ولو جتهم العقوبات لكان خيرا لهم. فلما لم تأتهم العقوبات وأقاموا على الكفر وعلى النفاق، هذا شر لهم، نسأل الله العافية. يقول بعض الناس: ما بال المسلمين الآن ضعفاء ومتأخرون والكفار وبلادهم فيها جدب وفيها جفاف وفيها وبلاد الكفار مخصبة وفيها أمطار وفيها مناظر جميلة وفيها. نقول: يا أخي، هذا من باب الاستدراج، والله أراد بالمسلمين خيرا
حيث أصابهم ببعض ذنوبهم من أجل أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ويحاسبوا أنفسهم. أما أولئك فإن الله استدرجهم ثم يأخذهم سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر وهم على كفرهم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا. وقال جل وعلا: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. فلا يغتر بإمهال الله سبحانه وتعالى واستدراجه، لأن هذا عقوبة وإملاء وإمداد وإمداد لهم في الزيادة من الكفر والنفاق. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ثم ضرب لهم مثلا يوضح حاله فقال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اشتروا الضلالة بالهدى، استبدلوا الضلالة، أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. فهم باعوا، كأنهم باعوا الضلالة، باعوا الهدى وأخذوا الثمن وهو الضلالة. اعتاضوا عن الهدى بالضلال. وهل هذا إلا عين الخسارة؟ الذي يشتري الضلال ويبيع الهدى ويتركه، هل هذا إلا عين الخسارة في هذه التجارة؟ هذه تجارة خاسرة. فما ربحت تجارتهم، تجارة خاسرة والعياذ بالله. فالذي يبيع الهدى بالضلال أو يشتري الضلال بالهدى هذا هو الخاسر. أما العكس وهو الذي يشتري الهداية بالضلال، يعني يأخذ الهداية ويترك الضلال، فهذا هو الرابح، تجارته رابحة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هذه التجارة الرابحة. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وهؤلاء هم الصنف الأول من المنافقين الذين أعلنوا الإيمان وأبطن الكفر من أول مرة، وهم أخبث المنافقين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.